أهلا بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج أوقات مع شيماء عماد. من 100 سنة تقريبا وبالتحديد سنة 1921 قدم لنا فنان الشعب الفنان سيد درويش أغنية من أعظم 100 أغنية في القرن العشرين، وده طبقا لقول المؤرخ سعد الله أغا. الأغنية من تأليف الشاعر العبقري بيرم التونسي. الأغنية كانت بتقول إيه؟ الأغنية كانت بتقول في مطلعها طبعا: أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الأهرامين، جدودي أنشأوا العلم العجيب، ومجرى النيل في الوادي الخصيب، لهم في الدنيا آلاف السنين، ويفنى الكون وهم موجودين. ده المصري. الكرامة. الكرامة يعني إيه كرامة؟ لما جيت أدور في المعجم، دورت في المعجم الجامع، فلقيت إنه معنى كلمة الكرامة تحديداً اللي هو غطاء أو رأس القدر أو الإناء، ولقيت الكرامة الإنسانية معناها في المعجم الجامع هي احترام الإنسان لذاته وشعوره بالشرف والقيمة اللي بتخليه بيتألم جداً لو حد انتقص من قدره أو قلل منه. طب ما بالك بقى لو كان الشخص المصري كريم العنصرين عانى فترات طويلة من ثالوث، الثالوث المدمر للأمم اللي هو الجهل والفقر والمرض. الثالوث ده بيعرف لوحده أنه هو قادر في مدة قصيرة جدا على تدمير الأمم، ولوحده كفيل أنه هو يأذي على الحضارة الإنسانية في أقصر مدة ممكن تتخيلوها. ومن هنا كانت البداية كرامة المصري، من هنا كانت بداية القيادة السياسية، تجميع المصريين، المصريين يبقوا إيد واحدة، المصريين يتوحدوا مبادرة ورا مبادرة. بدأنا ب اتبرع ولو بجنيه، اتبرع ولو بجنيه لصندوق تحيا مصر، لحد ما بقينا 100 مليون صحة، لحد ما بقينا تكافل وكرامة، لحد حي الأسمرات، تعليم وفرص عمل ورعاية طبية. مش بس ده في المدن الكبيرة، مش هقول في القاهرة واسكندرية واللي حصل في العشوائيات وغيره، لا ده كمان في المحافظات. المنصورة بقى عندنا المنصورة الجديدة، وبقى عندنا دمياط الجديدة، وبقى عندنا العالمين. خدنا التطوير في سكته وبدأ ياخدنا الطريق لتوسع ورصف وطرق ونقل، وبدأنا نحلم لحد ما وصلنا للقطار الطائر. عارفين يعني ايه؟ ومع ذلك ما نسيناش أهالينا، مع ذلك خدنا التطوير لحد ما وصلنا لأصغر وحدة في البناء الإداري للدولة، القرية المصرية. القرية المصرية دخلنا عليها نبطن ترع، نعالج الناس، نبني البيوت، نقدم يعني فرص عمل، كل اللي ممكن نقدر نعمله للقرية. وطبعا تم اختيار القرى بالقرى الأكثر احتياجا. الجنيه بتاعي والجنيه بتاعك والجنيه بتاعنا، رجال الأعمال، الدولة، ده صندوق تحيا مصر. صندوق تحيا مصر اللي بيعمل تكافل وكرامة، اللي بيعمل 100 مليون صحة، واللي بيعمل دلوقتي مبادرة جميلة جدا اسمها حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات اللي اتعملت في سنة 2020، وعشان كده خلينا نستضيف ويبقى معانا على الخط دلوقتي الأستاذ منسق عام مبادرة حياة كريمة. هيدخل معانا على الخط، بس خلينا نروح نتفرج على الفيديو بتاع المصري كريم العنصرين. كل قصة من قصص أهلنا هي قصة بطل، ولا في الأساطير بطل قدر يعدي وسط ظروف وتحديات كتير. بطل يمكن ما حدش يسمع عنه، لكنه مصدر فخر لبيته ولأهله. سلاحه الوحيد دراعه وعرقه، بيعيش اليوم بيومه، وهي دي معركته. شوية مكسب وشوية عند، وعمره ما دور على راحته. بطل عمل إنجازات كتير عظيمة، وأبسط حقوقه إنه يعيش حياة كريمة.
زي ما شفنا لما المواطن المصري يحتاج ويلاقي، هو ده أساس الكرامة، هي دي المبادرة اللي نادى بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكل مصري أصيل أكيد مش هيتأخر ولو ثانية إن هو يبقى ليه دور في مبادرة حياة كريمة. إيه هي مبادرة حياة كريمة؟ هنتعرف أكتر على ملامحها من خلال مداخلة مع الأستاذ محمد ربيع المنسق العام للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الكرامه يا فندم دي حاجه يعني لسه دلوقتي كنا بنجيب تفاصيلها من المعجم، يعني كرامه المصريين والمصري كريم العنصرين من الاف السنين وسيظل. المبادره شكلا وموضوعا مشرفه، يعني نحب بس نعرف من حضرتك اهم ملامح المبادره وانشطتها وازاي استقبلها الناس. اهلا وسهلا حضرتك يا فندم. اهلا بيك. بالساده المشاهدين، أهلا. طبعا مبادره حياه كريمه زي ما حضرتك قلتي مبادره اطلقها السيد الرئيس لتطوير الريف المصري. ايوه. معنا في المرحله الاولى دلوقتي 51 مركز في 20 محافظه بواقع حوالي 1500 قريه. ايوه. عندنا في محافظه المنوفيه كان نصيبنا مركزين اثنين بواقع 81 قريه. طبعا المبادره نعم يا فندم؟ ازاي يا فندم تم اختيار القرى؟ يعني قلنا مثلا القرى الاكثر احتياجا حددناها بناء على ايه؟ بالظبط. تم عمل دراسات طبعا الفتره اللي فاتت دي كلها عن الاحتياجات بتاعه القرى، وقدرنا ان احنا نختار اكثر المراكز احتياجا ونقصا للخدمات. ايوه. بناء على ايه مستوى الخدمات اللي موجود وايه مستوى المعيشه بتاع الناس، وبناء عليه اخترنا ال 51 مركز دولت المرحله الاولى. ايوه. وطبعا هي المبادره هيبقى فيها حوالي 4700 قريه. ايوه. على ثلاث مراحل. أيوة. المرحله الاولى بتاعتنا 1500 قريه 51 مركز في 20 محافظه دلوقتي اللي احنا شغالين عليهم دلوقتي ان شاء الله. دي المرحله الاولى. دي المرحله الاولى. المفروض بقى تنتهي باذن الله او تسلم، يعني سياده الرئيس قال مش هنطلع من قريه ونسيب ورانا حاجه. ممكن سياده الرئيس قال مش هنطلع من قريه ونسيب ورانا حاجه، القرى هتسلم يعني طبعًا. كما يجب. طبعًا. ايوه ايوه فندم. المفروض بقى المرحله الاولى من سنة يعني مخطط لها من سنه كام لسنه كام، او عدد الشهور اللي مخطط ليها؟ لا المرحله الاولى ان شاء الله هتبقى مدتها سنه. تمام. هو زي ما حضرتك قلت فعلا سياده الرئيس قال احنا مش هنطلع ونسيب ورانا حاجه في الكره، مطلوب كره نموذجيه. ايوه. توفير خدمات عامه ومن اول بنيه تحتيه واساسيه، صرف صحي وميه كهرباء غاز طبيعي، مرورا بالخدمات المنشات التعليميه والصحيه ومراكز. كويس قوي يا فندم. انا يعني بطلب بس من حضرتك رساله توجهها لجموع الشعب المصري يعني من خلال مبادره حياه كريمه، حضرتك تحب تقول لهم ايه؟ طبعا يعني الرساله اللي احنا بنوجهها للناس ان دي هديه من سياده الرئيس اطلقها لاهل الريف، محتاجين ان احنا فعلا نستغلها بشكل الامثل، ان احنا نوصل بالريف بتاعنا وبالكره بتاعتنا لكره نموذجيه تليق باهلنا وتليق بحياه كريمه للناس. الموضوع والمبادره الرئيس مديها اهتمام كبير جدا وبيتابعها بنفسه، بيتابع كل تفاصيلها، كل جهات الدوله وكل مؤسساتها والوزارات مهتمين بها بشكل كبير جدا. سياده الرئيس حتى ما اتكلم قال احنا ما بنبيعش الوهم، يعني احنا فعلا عايزين نعمل حاجه كويسه. شباب البرنامج الرئاسي يعني كانت الفكره من عندنا من الاول، فاحنا مخلصين للموضوع وعايزين فعلا ان احنا نطلع بعد السنه دي ان شاء الله في المرحله الاولى بنتائج قويه جدا. حلم فعلا احنا حلمناه وعايزين نشوفه قدامنا ان شاء الله بيتحقق يعني. يا رب. ملامحها الرئيسيه يا فندم تبطين زي ما انا فاهمه، يا ريت حضرتك تصحح لي، تبطين الترع يعني الصحه، العلاج، بناء البيوت، الصرف الصحي، الميه النظيفه، اعتقد ان دي الملامح الاساسيه. بالظبط. لا يعني المبادره كمان اكبر من كده بكتير. يعني اكبر من بنيه تحتيه اساسيه، بس عندنا محور سكن كريم من المحاور المهمه جدا اللي شغالين عليها لاعاده تاهيل المنازل الغير مؤهله للسكن الاعدامي لاخواننا الغير قادرين فوق الكره. عندنا محور بناء الانسان المصري، وده محور السيد الرئيس اتكلم فيه كتير. طبعا. ازاي ان احنا نقدر نخلي الناس اللي موجوده في الكره النموذجيه اللي احنا هنطلع بيها يقدروا ان هم يحافظوا على الكلام ده؟ ازاي ننمي الوعي وازاي نخلي فعلا نبني شخصيه انسان مصري متاصل في جذوره وفاهم يعني ايه امن قومي، فاهم يعني ايه وعي؟ ده كله من ضمن المبادرة يعني.
بجد بنشكر حضرتك وبنشكر كل القائمين على المبادرة، وبنشكر طبعا سيادة الرئيس، وبنشكر الشباب، وبنشكر كل الوزراء والوزارات، ونتمنى يجي اليوم ان تبقى القرية المصرية يعني تقلل الزحف على المدن على يعني اضعف الاحتمالات، ويعيش كل واحد في مصر حياة كريمة. ميرسي لحضرتك جدا استاذ محمد ربيع المنسق العام للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. إن شاء الله إن شاء الله الدولة المصرية وعدتنا، وإن شاء الله بإذن الله مفيش مكان في مصر هيبقى فيه مواطن ما بيعيش حياة كريمة. عندنا دلوقتي طبعا الحياة الكريمة جميلة، بس يعني خلينا نروح شوية بقى للأغاني، ونروح شوية للمشاهدين وأصدقاء البرنامج اللي بيهدوا لنا يعني أفضل ما عندهم. عندنا النهاردة إهداء جميل من المطرب وليد فؤاد، بعت لنا أغنية جديدة من أعماله هي خاصة بعيد الحب، وبعتها إكسكلوسيف لبرنامج أوقات. يا ريت نسمعها ونرجع تاني لفقرتنا التانية. تفضل مع الأغنية.